اللي بيميز خدمة يسوع المسيح إنه استثمر وقت خاص مع التلاميذ. اختار 12 تلميذ كانوا بيمشوا معاه، بيعلموا معاه، بيتعلموا الخدمة، بيتدربوا على أشياء كتير من حياة يسوع المسيح. وثلاث سنين هو يعلم ويدرب التلاميذ. واللي بيميز إنه خدمة يسوع مش إنه مات وقام وانتهت العملية خلاص، لا، هو أمر التلاميذ إنه يستمروا في هذه الخدمة. وفعلا التلاميذ أعطى التلاميذ السلطان وغمرهم بحضوره، ووعدهم بالآيات التابعة لما بيتكلموا في الكلمة حتى يعملوا أعماله، يعملوا أعمال الله. وفعلا 12 تلميذ خرجوا، كانوا 11، اختاروا التلميذ 12 متياس، خرج التلاميذ. وخلال فترة بسيطة مع تغيير شاول الطرسوسي بخلال 25 سنة أثروا على ثلاث قارات، ووصل الإنجيل إلى كل العالم. الجدير بالذكر أن المسيح ما كتب كتاب ولا عمل وسائل أو مثلا طرق اللي يمشوا فيها، لكن شافوا حياة يسوع المسيح. فخدمة يسوع بتتميز أنه شافوا حياته الكاملة، ولما خرجوا يتكلموا ويخدموا يسوع المسيح اختبروا هذا الحضور الحي، السلطان الفائق، يستخدموه حتى يوصلوا البشارة المفرحة لكل من يسمعهم. مين كان يظن أنه من كفر نحوم اللي هي تعتبر أثرات وبتشوف السواح من كل العالم عم تيجي إلى هذا المكان، رسالة تصل إلى كل أنحاء العالم من خلال فترة بسيطة شافوا حياة يسوع المسيح. جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.